ما شاء الله ترينا في مازال في النصر. ولذلك سيد طاهر لازم نعرفه افضل. اذا ادريس الضيدح هو صاحب والاعلاميين اعضاء اللجنه. عندنا ثلاث اعضاء وهذا شيء طبيعي لي. اقترحنا ان يعني ننصب لجنه مختصه مكونه يعني من حرفيين صحفيين الى اخره يواكبونا ويتبعونا في هذه الفكره، وحنا استغلناها باش يعني يوم اليوم الوطني ان شاء الله للسياحه، وايضا اليوم العالمي اليوم الوطني للسياحه اللي يعني اللي يناسب 25 جوان كل عام، وايضا اليوم الوطني للسياحه اللي يعني يناسب يوم 26 من 27 من سبتمبر كل عام. ونستغل هذا يعني العمل تاع الصحفيين باش نقدموها ونروج اكثر يعني الوجهه السياحيه الجزائريه. الان تقريبا عندنا 10 ايام منذ الاعلان عن هذه الجائزه، في ظل 10 ايام وصلتنا تقريبا 43 عمل، يعني بين صحافه مكتوبه والكترونيه واعمال تلفزيونيه وغيرها. واذا حبيتوا يعني بنوع من التفصيل الذي من خلاله اريد تشجيع الصحفيين على الاجتهاد والمساهمة في هذه المسابقة بما فيهم أو بمن فيهم صحفيين العاملين لوسائل الإعلام الأجنبية، فهم يعني مرحب بمشاركتهم لأن الهدف هو واحد، هو يعني الترويج للجزائر كوجهة سياحية.